جات السلطة المحلية تسلمنا المنع، رفضنا نتسلموه، رفضنا نتسلموه، كيف أنهم رفضوا يتسلمون عندنا ترخيص ديال المسيرة. وكتشوفوا كلكم أن هاد محاصرين من الجهات الأربع، نحن مطوقون بالقوات العمومية. طبعا هاد المسيرة جات الاحتجاج على الغلاء المعيشة، وبحقيقة ماشي غير غلاء المعيشة، على غلاء المعيشة وعلى السياسات المتبعة من طرف الحكومة، هي سياسات نعتبرها لا شعبية. مشات رخصات الناس المنتجين الخضار كيمشيو يصدروا لدول الخليج، يصدروا لأوروبا، يصدروا لإفريقيا، ونساو المواطن المغربي اللي هو اللي كينتج هاد الخيرات وهاد الثروات. زائد ان البترول والمحروقات الثمن ديالها غالي، واخا بعد الاعلان ديالنا على المسيره تنقصوه ب 2.30، كيبقى البترول والمحروقات غاليين وكيأثروا على نقل البضائع وكيأثروا على الخدمات كلها. احنا هنا تنفيذا للمسيرات الاحتجاجيه اللي دعت لها الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، احتجاجا على ارتفاع الاسعار وعدم التزام الحكومه يعني ما اتفقنا عليه في اتفاق 30 افريل والميثاق المصاحب له. وللاسف الشديد كما كتشاهدوا كاين منع وحصار شديد لهذه المسيره اللي تحولت فقط لوقفه احتجاجيه، رغم اننا ما توصلناش بالمنع في وقت مبكر. وحنا الان اذا في تنفيذ هذه الوقفه احتجاجيه تنديدا بالارتفاع الاسعار ويعني تصلب الحكومه في مواقفها وعدم الاستجابه لمتطلبات الشعب المغربي وعدم اخذ اجراءات حقيقيه للرفع من القدره الشرائيه للمغاربه، خاصه اننا في الكونفدراليه كنا اتفقنا مع الحكومه، احنا اللي كنا وراء هذا الطلب وقعت عليه الحكومه والفرقاء الاجتماعيين الاخرين في 30 ابريل على الرفع من الاجور بشكل عام، وبالاضافه الى مراجعه حقيقيه للضريبه على الدخل دعما للقدره الشرائيه، خاصه اللي كتشوفوا يعني التضخم وارتفاع الاسعار بشكل عام. وكنلاحظوا ايضا ان الحكومه حتى الاجراءات اللي سهله وممكن انها تاخذها كاعاده تشغيل مصفات لسامير رافضه انها تشغلها، وكتقول مغالطات للشعب المغربي وكتهرب من يعني المواجهه مع الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في هذا الموضوع. وحنا الان كنطالبوها بانها تقوم بمناظره يعني شعبيه على يعني تكون على مرأة ومسمع جميع المغاربه، ليقوم كل واحد يعطي كل واحد الحجج ديالو واستبيان الحقيقه. هل فعلا الاسامير قادره بتخفيض الاسعار سواء كانت ديال المحروقات او ديال السلع والبضائع والخدمات؟ هذه الوقفه هي تمثل صرخه وتبين على ان هذه الوقفه هذه موجهه بالذات الى صرخه الزياده في الاسعار، الاسعار وبطريقه صاروخيه، لم يعد المواطنين ان يستحملوا هذه الزيادات. وبالتالي كذلك الكونفدراليه لها موقف من نظام التقاعد ونظام التعاقد بالنسبه للتعليم الذي نرفضه شكلا ومضمونا. كذلك بالنسبه للمسيره فاننا نرى ان هناك بوادر لمنع المسيره، ولكن هذه الوقفه هي مساج للحكومه من اجل رفع في الاجور ديال الموظفين، اجور معاشات المتقاعدين من اجل تفادي انزلاقات خطيره.